عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة قصة طريفة رواها موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب لمجلة الكواكب، وصدرت في عددها ليوم 7 من يوليو تموز عام 1959، وكانت بعنوان شروع في شهامة ولحظات ممتعة. روى عبد الوهاب قصة شهامة لم تتم، فقال: كان ذلك في الصيف وفي رأس البر ومنذ أكثر من 15 عاما، وكان يحلو لي دائما الاستيقاظ مبكرا والجلوس أمام عشتي أقرأ وأتابع منظر الشمس في شروقها، ولم أكن أحب النزول إلى البحر إطلاقا. وذات الصباح وكنت في جلسة المعتادة، ولم يكن البلاج قد دبت فيه قدم بعد، وكان البحر هائجا موجاته عالية قوية، سمعت صوتا خفيفا كاستغاثة غريق، وتأكدت أنه لا بد من أن إنسانا هناك يغرق ويطلب النجاة، وتلفت من حولي علني أجد أحدا يتطوع بإنقاذ هذا المسكين التائه في هذه الأمواج، إلا أنني لم أعثر على أحد. وتحرك الإنسان الطيب في نفسي، ونادتني الإنسانية والضمير أن أسرع لإنقاذ هذا المسكين، وبسرعة وبلا شعور هرولت نحو الشاطئ، وبكل ملابسي ألقيت بنفسي في البحر، وأخذت أصارع الأمواج العالية تدفعني تارة وتجذبني تارة أخرى، وأنا أرى عن بعد اليد المستميتة، وتحاملت على نفسي وظللت أسبح بكل قوتي حتى استطعت أخيرا أن أصل إلى هذه الذراع الممدودة في لافة، وقبضت عليها بكل قوتي أحاول جذب صاحبها على سطح الماء. وكانت صدمة قاسية عندما وجدتني أجذب ذراعا فقط بلا جسد، وتأملت الذراع جيدا، كانت ذراعا من الكاوتشوك، وكانت خيبة أملي كبيرة. وعدت إلى الشاطئ من جديد، وأسرعت إلى الكابينة لأبدل ملابسي، وحمدت الله على أن أحدا لم يرني، وما كدت أدخل الكابينة حتى سمعت ضحكة شامتة ترن من حولي، ثم صوتا متهكما يقول: معليش تعوم وتاخذ غيرها. وتأكدت أن وراء هذه الضحكة الشامتة والصوت المتهكم مقلبا كبيرا وقعت فيه، وما زلت حتى اليوم أجهل صاحب هذه الضحكة وصاحب هذا الصوت وصاحب هذا المقلب. تغمد الله فنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع قصة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.